الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بأفضل كتاب أنزل، وشرفنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع، دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، هل أعود إلى التاريخ القريب أو إلى التاريخ البعيد أو إلى التاريخ الأبعد أو إلى بداية خلق الله عز وجل لهذه البشرية على الأرض من أجل أن نتعلم فيما بيننا كيف نتعايش؟ هذا السؤال يبدو أنه هو الذي يجب أن يشتغل عليه الجميع اليوم، كيف يتعايش الناس؟ ينبغي أن يتحدث فيه ويبحث الفقهاء والعلماء، وينبغي أن يتحدث فيه ويبحث علماء الاجتماع، وأن يحاول البحث فيه السياسيون، وأن يحاول مناقشته الإعلاميون، وأن يحاول الفلاحون والكسابون والتجار وجميع البشر إذا استطاعوا أن يجدوا لنا جواباً لهذا السؤال المحير، الذي رغم أن البشرية الآن استطاعت أن تجمع وأن تبحث وأن تصنع وتخترع كل وسائل الاتصال، صنع الناس الفيسبوك وصنعوا تويتر وصنعوا اليوتيوب وصنعوا وسائل مختلفة من أجل أن يجتمع الناس، من أجل أن يتحاور الناس، من أجل أن يتناقش الناس، ولكن للأسف ما زال الإنسان يحن إلى بدائيته، بل وما زال لم يأخذ بتوجيهات الله عز وجل منذ أن خلق الله عز وجل الأرض، قبل وسائل الاتصال الحديثة، قبل وسائل التواصل والاجتماع. الله عز وجل منذ أن خلق الإنسان، بل قبل أن يخلق هذا الإنسان، وقع حوار تقرؤونه في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله عز وجل أراد أن يخلق في الأرض من يخلفه عليها، إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة أجابت، يبدو كما يقول بعض المفسرين بجواب فطري، أن هؤلاء البشر، نحن نتحدث عن الأطفال ونقول إن الأطفال طبعهم أن الكبير يغلب الصغير، وأن القوي يقهر الضعيف، وأن الواحد منهم إذا أعطيته لعبة طمع في لعبة الآخر،
لكن الحقيقة أنه ليس مرضا طفوليا، وإنما هو مرض بشري، مرض إنساني، يأتي الدين من أجل تقويم أمراض البشر، يأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أجل أن يعلموا الناس، ليقولوا لهم إنكم وإن كنتم كبارا وإن كنتم رجالا ونساء إلا أن قلوبكم وعقولكم ما لم تضبط بالدين، ما لم تضبط بالمبادئ، فإنها تبقى طفولية، ويفرح الإنسان عندما يقهر أخاه الإنسان. تماما كذلك الطفل ابن الثلاث أو الأربع سنين عندما يسقط صديقه أو أخاه أرضا ويضحك ويبتسم بنشوة المنتصر، هكذا يفعل الكبار للأسف. قالوا أي الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لله في ذلك حكمة، لله في خلقه شؤون، لله عز وجل مقاصد وأهداف، لأنه سيرسل الرسل وسيبعث الأنبياء وسيتمايز الناس، سيظهر أصحاب المصالح الخاصة وأصحاب المبادئ العليا، سيظهر أصحاب الحق وأصحاب الباطل، سيتمايز أصحاب الشر وأصحاب الخير. لذلك في بدايات البشرية الأولى أيضا وقعت واقعة من طرف ابني آدم، قابيل وهابيل، وما زال البشر إلى اليوم يزعمون أنهم تقدموا، يزعمون أنهم تحضروا، وما زالوا لم يعرفوا كيف يتعايشوا، لم يعرفوا كيف يحترم بعضهم البعض الآخر، لم يعرفوا كيف يعيش الإنسان مع أخيه الإنسان. والله أحيانا تشاهد برنامجا وثائقيا حول الحيوانات في الغابة، فتجدها أحيانا تعيش في سلم وأمان، الفيل في منطقة والبقر الوحش في منطقة والغزال في منطقة، ما لم يدخل عليهم وحش كاسر مفترس من أجل أن يفسد عليهم تلك الحياة. هذه الحياة يبدو البشر قريبين جدا منها، بل لا أبالغ إذا قلت إن البشر أحيانا يصيرون أسوأ وأقبح من بعض هذه الحيوانات. وقد قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بل هم أضل أي أضل من الأنعام، أقبح من الحيوانات. وقد حدثتكم منذ مدة عن أحد علماء المسلمين ألف كتيبا جميلا جدا قرأته، سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، ويأتي بحقائق على الوفاء وعلى الشجاعة وعلى الأمان أحيانا الذي يوفره الكلب لصاحبه، بينما بعض البشر للأسف يمارسون الغدر، يمارسون الخيانة، يقسمون بأغلظ الأيمان، ثم بعد ذلك يحنثون ويخونون ويتسببون في الدمار وفي الهلاك، ويهلكون أنفسهم وأقوامهم، وبئس ما يفعلون. لذلك في أوائل قصص البشرية قابيل وهابيل بينهما قربان، قربا قربانا، ما ذنبي إذا لم يتقبل قربانك؟ إذا لم تنجح أنت ونجحت أنا فما ذنبي؟ وإذا نجحت أنت ولم أنجح أنا فما ذنبك؟ إنسان، رجلان تقدما إلى مباراة، شاركا بنزاهة في مباراة من المباريات، أو في انتخاب من الانتخابات، أو في عمل من الأعمال، أحدهما نجح والآخر رسب، هل هذا سبب في أن نتقاتل؟ هل هذا سبب في أن نسفك الدماء؟ هل هذا سبب في أن يبيد بعضنا بعضا؟ لا. القرآن لاحظوا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أمر عادي جدا. كان المفترض أن الذي تقبل منه أي الذي نجح يحمد الله على نجاحه، والذي رسب يبحث عن أسباب الرسوب. هل قتلك لأخيك يكون سببا في نجاحك؟ هل إذا قتلت أخاك ترتاح؟ والله حكوا في الأسبوع الماضي عن إنسان في مصر، قيل هو يعترف، قال إنه قتل 80 من الناس، لكنه قال جاء لأحد العلماء قال له إني لا أعرف النوم، لا أنام مطلقا، لأنه قتل 80 رصاصة أطلقها على أناس أبرياء. والعجيب في الأمر والمصيبة الطامة الكبرى أنه يبرر ذلك بأن أحد من يسمون بالعلماء أفتاه بجواز القتل. خطير جدا، خطير أن يفتي أحد بجواز قتل الناس، بل ربما بأفضلية قتل أناس، لأننا نختلف معهم، ألأنك تختلف معه سياسيا أو تختلف معه فكريا أو حتى عقديا؟ حتى في الدين الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، يعلمنا القرآن الكريم التعايش مع الجميع، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. كيف ينام القاتل ويقول إنه الآن يريد حلا؟ كيف لك بالحل؟ كيف وقد تلطخت يداك بالدماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال المسلم في حل من دينه ما لم يصب دما حراما؟ ما يزال المسلم، لو ارتكبت جريمة من الجرائم، سرقت، ربما زنيت، ربما فعلت ما فعلت، تستغفر الله، تتوب إليه، ويمكن أن تعوض، يمكن أن تتوب، يمكن أن تدفع عوضا أو بديلا، لكن لأنك أزهقت روحا فإن الأمر خطير. أزهقت الروح، لأن تلك الروح لا يمكن أن تعاد إلى يوم القيامة، لا يمكن. لذلك ما أحوجنا إلى أن نتعلم التعايش فيما بيننا، نتعلم، هذا درس بليغ جدا للناس مهما كانت خلافاتنا، لأن هذا الأمر لا يقع في مصر فقط وإنما يقع عندنا نحن أيضا. ما أحوجنا إلى أن نتعلم التعايش؟ لما لا نتعلم التعايش في شوارعنا، في طرقاتنا التي صارت معركة على الطرق؟ لأننا لم نتعلم كيف نتعايش، لم نتعلم كيف نحترم حق الآخر في الطريق. أنت عندك علامة قف أو عندك ضوء أحمر، ومع ذلك تريد أن تسبق صاحبك وتريد أن تأخذ حق الغير، بمعنى أنك لا تتعلم، لا تعرف التعايش. لا نريد أن نصل إلى مرحلة مصر أو سوريا من أجل أن نتحدث عن التعايش، وإنما إسلامنا يعلمنا أن نتعايش فيما بيننا في حالة السلم وفي حالة الأمن وفي حالة الاستقرار. أما عندما يقع الخوف حمانا الله عز وجل وحفظنا منه، فآنئذ يكون الخرق كما قال العرب قديما قد اتسع على الراقع أو على الراتق، وإذا اتسع الخرق على الراقع فإنما هو يبذل جهدا في غير فائدة. لذلك إسلامنا يعلمنا التعايش. انظروا إلى هذه القصة القرآنية، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، مباشرة قال لأقتلنك، دون مقدمات، دون كلام، دون حوار. لماذا لا نتناقش؟ لماذا لا نجلس؟ إن الأوطان تسع الجميع، إن أرض الله واسعة، إن مصر الآن التي عليها 90 مليون من الناس يمكن أن تسع أكثر من ذلك بكثير، يمكن أن تسع المسلم والنصراني واليهودي وحتى غير المتدين. لماذا لا يتعايش الناس؟ لماذا لا يجلس الناس بعضهم إلى بعض؟ لماذا كلما اختلف الناس أخرجت البنادق وأخرجت الدبابات وقتل من قتل وسجن من سجن وعذب من عذب؟ هذه المناظر والله أتخيل لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بهذا الكنز الكبير
بالدستور الأعظم القرآن الكريم. وكم مرة ذكرت لكم أن أدواءنا ودواءنا يعالجه القرآن، أدواءنا يعالجها القرآن، كل أدوائنا وكل أمراضنا عندما تقرؤون القرآن. وحدثتكم عن هذا في رمضان، أننا للأسف نقرأ تلكم القراءة السريعة. ماذا لو أن قصة ابني آدم تأمل فيها الآن هؤلاء الذين يقتلون الناس في مصر وفي سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين، كيف سيلقون ربهم؟ كيف سيلقون؟ كيف سيلقون نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ ويأتي الواحد منهم ويقول: نحن نخاف الله. تعرف الله؟ تخاف الله؟ هل من يخاف الله يقتل حيوانا بغير حق؟ إن الإسلام يعلمنا أن امرأة دخلت النار في هرة، هرة هرة حيوان بسيط جدا، هذه المرأة حبستها في بيت واستحقت بذلك أن تدخل جهنم. أما من يقتل مؤمنا متعمدا فهذا كلام آخر. اقرأ القرآن. وما كان لمؤمن، هذه يعني تسمى لام الجحود، يعني إنكار شديد. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، هذا كلام له حل. الخطأ قد يقع، قد يقع، لكن من يقتل المتعمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي لا يطمح حتى في الخروج. ما زالت المرأة التي استحقت النار بسبب هرة، لم يقل صلى الله عليه وسلم إنها تخلد في النار، قال: دخلت امرأة النار في هرة لكن قد تخرج. لكن هذا يحكم الله عز وجل عليه من أجل أن يبين له بشاعة الأمر، لأن القتل أصبح هينا أيها الإخوة. أصبحنا من خلال ما نشاهد على شاشات التلفزيون، أصبح القتل الآن بصورة يعني ما كانت تخطر بقلوب الناس. يأتي الرجل رافعا يديه، ثم يأتي الجندي وهو مزهو على دبابته، ويدفع برصاصة إلى صدره وكأنه يقتل حشرة. والله ثم والله، لو أن الذين قتلوا في مصر كلاب في أوروبا لأقيمت الدنيا ولم تقعد. والله لو أنهم كلاب لأقيمت الدنيا ولم تقعد، لكن لأنهم بشر ولأنهم من أمة الإسلام، بغض النظر أنا لا أتحدث عن انتماء، ليكن انتماؤك ما يكون، الإسلام يجمعنا، نحن مسلمون جميعا. ولذلك الأمر يصل إلى درجة الخطورة القصوى عندما يستحر، وهذا تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة، عندما يستحر القتل، أي يصير الدم هينا ويصير القتل كثيرا متفشيا، فالأمر هنا قد وصل إلى درجة الخطورة. أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه سأله أحد تلامذته عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبو ثعلبة رضي الله عنه: لقد سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أمروا بالمعروف، أو مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذا هو الذي وقع، وللأسف وقع من زمان، ويقع في أزمنة كثيرة، ولكنه يستفحل. ابن رشد رحمه الله في البيان والتحصيل يروي هذا الحديث ويتحدث عن زمانه، وقد كان في الأندلس، وقد مرت الأندلس بسنوات شديدة. ولكن الذي يجعل الأمر فارقا هو أن الأمر في الأندلس كان من طرف أعداء الأمة الصليبيين، وإن كان بمعونة الخونة من بعض الطوائف المسلمة التي كانت في الأندلس، لكن الأمر اليوم فيه شيء من الاختلاف، حيث إن من يزعم أنه مسلم يخرج الدبابة والطيارة ويبيد ويقتل أخاه المسلم، ثم من نجا من القتل ما عاد الناس يرعون حرمة حتى للمساجد.
حتى المساجد لم تسلم، يقتل الناس في بيوت الله. أي منكر هذا أن يصل القتل إلى بيوت الله؟ نحن عندنا في ثقافتنا الإسلامية في وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أن الناس حتى في أرض الحرب والمعركة مع العدو، وإذا دخل النصراني كنيسته يترك، إكراماً واحتراماً لبيوت العبادة. واليهودي كذلك، وكل صاحب دين إذا دخل معبده يحترم، لكن المسلم لا يحترم في معبده. المسلم يلجأ إلى بيت الله محتمياً به، فإذا بالمسجد يحرق. كان الناس يشنعون على الصهاينة عندما يحرقون المساجد، ويقول اليهود أنفسهم إن هنالك متعصبين، وإن هنالك بعض العنصريين هم الذين أحرقوا المسجد الأقصى، وهم الذين أحرقوا بعض المساجد في فلسطين، ويبرئ الحكام الصهاينة أنفسهم. أما في بلاد المسلمين فإن المسلمين الحاكمين أنفسهم هم الذين يفعلون ذلك ويحرقون المساجد، وقيل إن الجثث تحرق، وهذه الأشياء التي ما كان الإنسان، والله ثم والله، لو قرأنا عما يقع في سوريا من تقتيل للناس بالأسلحة السامة، وما شاهدتموه في هذا الأسبوع، أكثر من 1600 يقتلون في يوم واحد بأسلحة سامة، أطفال ممددون، بأي ذنب قتلوا؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ أمن أجل أن يبقى الرجل في كرسي الحكم؟ من أجل هذا يباد الجميع؟ لا بأس بقتل 100,000 أو يزيدون فقط من أجل رجل، أو من أجل طائفة، أو من أجل شخص؟ لماذا؟ ما الذي وقع للبشرية؟ ما الذي وقع للإنسانية؟ لماذا لا تتعلم البشرية التعايش؟ لماذا لا يتعلم الناس احترام بعضهم البعض؟ أنا نجحت اليوم، اجتهد واعمل أفضل مني وستنجح غدا وتكون أفضل مني، ثم أنا أجتهد وفي العام المقبل أكون أفضل منك. هكذا يفعل الناس، هكذا يجتهد الناس، هكذا يتنافس العقلاء. الناس في أوروبا الآن قتلوا أيضا وفعلوا في أنفسهم ما نفعله نحن اليوم، لكن للأسف كان بودنا أن نستفيد من حماقات الأوروبيين. الأمريكان أيضا كانت بينهم فتن طاحنة وقتل بعضهم بعضا، لكنهم وصلوا إلى النتيجة الآن بحيث إن الرجل يحكم وقد فاز بواحد 51%، 150 مليون لا تقبل بالرئيس الأمريكي أو يزيدون. ولكن هذه قوانين التعايش، هذا هو التعايش. لكن نحن إما أن أحكم وإما أن أقتل. هل إسلامنا يدفع في هذا الاتجاه؟ هل قرآننا يدفع في هذا الاتجاه؟ أبداً. إن قرآننا يعلمنا احترام الآخر، يعلمنا احترام الآخر ولو كان أقلية، فكيف إذا كان الآخر هو الذي يمثل الأكثرية؟ لاحظوا القرآن قال لأقتلنك، فقال الآخر إجابة بدهية، قال إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنا اجتهدت، كنت متقياً طائعاً، عملت بالواجب، أنا ما اعتديت عليك، أنا ما عرقلت لك المسير، أنا ما وضعت لك العيدان في عجلات مسيرك، لا، أنا تركتك تسير وتركتك تفعل ما تشاء، لكن ما ذنبي إذا قبلت؟ ما ذنبي إذا نجحت؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك، اقرأوا القرآن جيداً حتى لا يكذب عليكم أحد، حتى لا يقول لكم أحد إن الإسلام يشجع على الإرهاب أو يشجع على العنف. القرآن على العكس من ذلك، يريد حقن الدماء، يريد حماية الناس، يريد احترام النفس البشرية. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم شاهد جنازة يهودي فقام لها، فقال له أحدهم إنه يهودي يا رسول الله، فقال أوليست نفسا؟ يعلمنا احترام النفس البشرية. لاحظوا ماذا قال الرجل، قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.
إني أخاف الله رب العالمين. الذي يخاف الله رب العالمين لا يقتل، الذي يخاف الله رب العالمين لا يزهق الأرواح. لماذا يكذب البعض على الناس ويقول نحن نخاف الله، نحن نعرف الله؟ إني أخاف الله، إن هنا ليست للتوكيد فقط، إن هنا يقول المفسرون للتعليل، للتعليل، نعم للتوكيد، ولكن تفيد التعليل أيضا. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أي لأني أخاف الله رب العالمين لا أقتل ولا أزهق الأرواح ولا أعتدي على أحد. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. لكن لا تنفع الموعظة مع قساة القلوب. هنالك أناس والعياذ بالله كما ذكر الله عز وجل، أناس قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، والله إنك تخجل مكانهم، تخجل. لو أنك مررت بسيارتك وقتلت قطة على سبيل الخطأ ورآك الناس لخجلت أن تمر من ذلك الزقاق مرة أخرى، لأن الناس سيقولون هذا قاتل القطة. أما البشر عندنا اليوم فصاروا يقتلون الآلاف ثم يخرجون على الإعلام بتلكم الابتسامة الصفراء، تبتسم تبتسم. صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله، القائد الأعظم، روي له حديث مسلسل، والحديث المسلسل كما يقول البيقوني عليه رحمة الله مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد أنبأنيه قائما أو عندما حدثني تبسما. المسلسل يرويه الراوي الأول بنفس الطريقة التي رواها الذي قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ضاحكا يضحك، وإن كان باكيا يبكي، وإن كان قائما يقوم أو جالسا يجلس، وهكذا. فروي لصلاح الدين الأيوبي حديث مسلسل، وقد ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله، وابتسم الرواة إلى صلاح الدين. فعندما حدث بهذا الحديث لم يبتسم، قيل له أنت يا صلاح أنت خالفت أمر المحدثين في هذا، لماذا لم تبتسم؟ قال لا أبتسم وبيت المقدس تحت حوزة الصليبيين، لا أبتسم، لا أبتسم ومقدسات الإسلام تداس، لا أبتسم حتى أنتصر، لا أنتصر على الشعب، لا أنتصر على أحد من أبناء الأمة مهما كان توجهه، مهما كانت جهته، وإنما حتى ينتصر على العدو من أجل استرداد المقدسات. هكذا يعلمنا الإسلام، هكذا يعلمنا الإسلام ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الموعظة لا تنفع مع قلوب الحجارة. هذا ابن آدم يعظ أخاه ويوجهه، لكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة بعد تلكم الموعظة التي سمعتموها، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وذا خوفه بالنار وخوفه بالله لكن هنالك أناسا قست قلوبهم، فما صاروا يتعظون لا بالله ولا بجهنم ولا بأي شيء، فطوعت له نفسه قتل أخيه. عجيب أمر هذه النفس، لاحظوا التعبير القرآني الجميل، طوعت له نفسه، بمعنى أن الأمر ليس هينا. لو جاءك عدو واستعطفك، ليس الأخ، العدو، لو أنه جاءك مستسلما واستعطفك، حتى القرآن يقول وإن أحد من المشركين أي الأعداء في ذلك الوقت استجارك فأجر، أجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، لأننا لا نحب القتل ولا نحب الدماء، أبلغه مأمنة ولو هو عدو ولو هو مشرك، أبلغه مأمنة ودعه عنه. لكن هذا الرجل طوعت له نفسه. غريب أمر هذه النفس التي لا ترق لاعتذار، والرجل يبكي ويستصرخ، ومع ذلك تجد الرجل يخرج ويطلق الرصاصة على رأسه. من أي القلوب صنعت هؤلاء الناس؟ أي قلوب يمتلك هؤلاء؟ أي قلوب؟ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. لكن هل ينفع الندم بعد ذلك؟ طبعا، هذه نزوة، شهوة أتته في النفس، حب
النشوة في الانتصار. وهذا ما يفعله الآن أناس عندما تجد الإنسان يبلغ من السفالة ومن السقوط أن يشمت بخصومه السياسيين ويفرح لأن فلانا قتل وهو في شاحنة إلى السجن، قتل بالغاز، ولأن شخصا آخر قتل في مسجد، ولأن شخصا آخر اقتيد إلى السجن بثوب نومه بإهانة، ولأن شخصا آخر فعل به ما فعل. فتجد البعض يشمت ويضحك وكأنه قد حقق الانتصار. الإسلام يعلمنا خلاف ذلك. الإسلام يعلمنا أن نرحم حتى الحيوان إذا كنا نريد قتله. إن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في القتل، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، في القتل المشروع، أما في القتل الحرام، في القتل الظالم، في القتل الإجرامي، فهذا شيء آخر مختلف تماما. طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا. إذا لم ترضى بالله سبحانه ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أستاذا، فإنك سترضى بالغراب. والغراب كان يضرب به المثل عند العرب في القبح، إذا كان الغراب دليل قوم يدلهم على جيف الكلاب. الغراب نموذج للسوء، لأنه يبطش، ولأنه يغدر ويختطف الأطفال أو الطيور أو الحيوانات الأخرى ويفتك بها ويأكل الجيف، لا فرق عنده بين الجيفة وبين الطعام الطيب. فجعله الله أستاذاً لهذا الإنسان الذي لم يرضى بأخيه أستاذاً. إذا لم ترضى بأخيك الإنسان أستاذاً فإنك ترضى بهذا. فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ الآن تقول أخي، لماذا لم تعترف بأنه أخوك قبل أن تقتله؟ لماذا لم تعترف بأخوته قبل أن تعذبه؟ لماذا؟ حصل ما حصل، ما عاد ينفع الندم. فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لأن الذي يسرق درهما كما نقول نحن يسرق دينارا، والذي يسرق دينارا يسرق ألفا، والذي يقتل شخصا واحدا يمكن أن يقتل 80 كما فعل هذا المجرم القاتل الذي قتل 80 ويعترف بذلك. والذي يقتل 80 يمكن أن يبيد الكرة الأرضية كلها. ماذا لو كان بيد هذا الجندي قنبلة نووية ويمكن أن تدمر الكرة الأرضية كلها؟ ربما ألقاها وقتل الناس جميعا، وربما يلحق بهم بعد ذلك، لأن الحمق لا حدود له والجنون لا حد له. هذا هو منطق القرآن يا أيها الإخوة. لذلك الدرس اليوم إذن هو أننا نحن يجب أن نتعلم التعايش فيما بيننا، يجب أن تتعلم أمتنا جميعا أن تتعايش. ويعذر كما قال الشافعي عليه رحمة الله: نتعاون فيما اتفقنا عليه، والمتفق عليه أكثر بكثير من المختلف فيه. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ألم يقل القرآن: لكم دينكم ولي دين؟ الناس في مصر قبل 14 قرنا وهم متعايشون. النصراني القبطي كان يذهب إلى كنيسته، والمسلم يذهب إلى مسجده، واليهودي يذهب إلى مركز عبادته، والإسلام قبل الجميع. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعايش، فقال: استوصوا بالأقباط خيرا. حديث خير أجناد الأرض، بالمناسبة هذا حديث ضعيف جدا، لا يكذبن أحد عليكم اتخذوا منها أجنادا خير أجنادي، لا، لا يمكن أن يكون من خير أجناد الأرض من يقتل الناس، من يبيد الناس. والحديث المحدثون هم الذين حكموا بأنه شديد الضعف، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جيش بلد من البلدان هو خير أجناد الأرض أبدا، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو ثبت لكان فيه إشكال اليوم. لذلك نتعلم التعايش فيما بيننا. أضرب لكم نموذجا أخيرا للتعايش أختم به، وهو كيف نتعايش
ونحن نقيم حفلات الأعراس فقط، حفلات الأعراس، وتجد الواحد منا لديه زفاف له أو لولده، لابنه أو بنته، ثم بعد ذلك يرفع الأصوات الصاخبة على السطوح، ويبيت الحي كله يقظة لأن فلان عنده عرس في بيته. إذا كنت أنت تحتفل بعرسك، ما الذي يدفعني أنا؟ ما الذي يوجب علي أنا أن أستيقظ معك الليل كله؟ هذا الإزعاج الذي يقع، أبواق السيارات في منتصف الليل بل ومع مطلع الفجر، لا نحترم أطفالاً، لا نحترم مرضى، لا نحترم عجزة، لا نحترم متعبين يريدون أن يقوموا إلى أعمالهم. هذا تعايش أيضاً، التعايش ليس فقط ما يقع في سوريا من تقتيل للأطفال وفي مصر من تقتيل للناس الأبرياء، وإنما التعايش عندنا مشكلة أيضاً. نحن أيضاً يجب أن نتعلم التعايش، وإذا لم نتعلم التعايش في هذه القضايا على الطرقات وفي الأعراس والمناسبات، فإننا لا يمكن أن نتعايش فيما هو فوق ذلك. أسأل الله أن يرد بنا إلى دينه رداً جميلاً. أقول هذا القول أيها الإخوة، واستغفر الله لي ولكم، فادعوه يستجب لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، يبدو أنه لم يعد في الوقت متسع إلا للدعاء، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة، ولعلها ساعة إجابة، لا تملوا من الدعاء أيها الإخوة. حال أمتنا اليوم، ما يقع في بلاد الإسلام، صحيح يدمي القلوب، قلوبنا تتفطر عن أطفال سوريا، قلوبنا تتفطر عن الأبرياء من الفتيان والفتيات والرجال والنساء الذين قتلوا في مصر أو عذبوا أو سجنوا أو فعل بهم ما فعل، ولكن مع ذلك لا نيأس أبداً. ذكرت لكم في الخطبة الماضية أن ديننا يعلمنا ألا نيأس أبداً، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لقد مرت أمتنا بمحن شديدة جداً، محن حالكة، كان يراد لها أن تجتث الأمة من على الأرض تماماً. ذكرت لكم أن هذا وقع في أحد، ووقع في بدر، ووقع في الخندق، ووقع في حنين، ووقع في غزوات كثيرة وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك هذه الأمة لا يمكن أن تموت. واهم من يظن أن الأمة الإسلامية يمكن أن تموت أو تزول، واهم جدا، واهم، لأن هذه الأمة كالذهب، كلما ازداد احتراقا ازداد لمعانا وجودة وغلا ثمنه. هذا شأن هذه الأمة، وقد تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في الآية التي ذكرت لكم عن أبي ثعلبة الخشني، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين على الناس زمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. هل تعرف أن تقبض على جمرة في يدك؟ القابض على الدين كالقابض على الجمر، لكن الأجر على حسب العمل. قال صلى الله عليه وسلم: أجر الواحد منهم كأجر 50 ممن له عمل مثل عملهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن لا نيأس أبداً مهما وقع. إن الصليبيين احتلوا بيت المقدس 92 عاماً، ومع ذلك ما أيس الناس وما يأس الناس، وإنما جاء المجاهدون من المشرق وأعانهم المسلمون من المغرب في حي المغاربة في فلسطين، إلى اليوم ما زلنا نذكر هناك، وانتصر الناس. لذلك لا نمل أيها الإخوة، لا نمل من الدعاء على الأقل. السلاح الذي نملكه الآن هو أن ندعو الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم رد بالمسلمين إلى دينك ردا جميلا،
اللهم إنك جمعتنا بالقرآن والسنة منذ 14 قرنا ولا جامع لنا اليوم إلا بما جمعنا بالأمس، فاجمعنا اللهم على القرآن والسنة. اللهم لا تجمعنا على عصبية ولا جهة ولا أي كان، وإنما اجمعنا على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم أخرج الراشدين من أهل مصر وسوريا ليجتمعوا ويتحاوروا من أجل أن يحقنوا دماءهم، ومن أجل أن يجمعوا صفوفهم، ومن أجل أن لا يشمتوا العالم بهم، ومن أجل أن يوحدوا كلمتهم حتى يحقنوا هذه الدماء البريئة التي تسال. اللهم نسألك أن تخرج الراشدين. الله عز وجل طرح هذا السؤال في قصة لوط، قال أو شعيب، قال أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم شعيب عليه السلام، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس في مصر أناس رشداء؟ إنهم يقولون إنها أم الدنيا وهي بلد الأزهر وبلد العلماء، لكن عندما تقع الفتنة يختلط الحابل بالنابل ويلتبس الأمور، تلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم كما قال الشاعر. فنسأل الله تعالى أن يري الناس رشدهم، اللهم أر الناس رشدهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم نسألك يا رب العالمين أن لا يعود أمثال هذا العام على أمة الإسلام، ونسألك اللهم أن تجعل العام القادم لهذه الأمة خيرا من عامها هذا، وأن تجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن تجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن تهدينا سبل السلام، وأن تجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تفتنا في ديننا، ولا تفتنا في أوطاننا، ولا تفتنا في أمننا واستقرارنا، ولا تفتنا في عبادتنا وطاعتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تحمي بلاد المسلمين من كل الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدًا السادس لما تحبه وترضاه، أره اللهم الحق حقًا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.